بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 29، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، وفي 11 بابا، وهو يتعلق بأحكام الجنايات. هذا الباب يتعلق بأحكام الجنايات. القانون الحالي يسميها ايه؟ قضايا الجنايات. باب القسامة. والقسمة جاي من القسم، والقسم هو اليمين، والقسامة هو حد لا يعرفه الناس في العصر الحديث، وإن كان معمولا به من أيام النبي، بل قبل أيام النبي، وجاء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا مات إنسان وعليه مظاهر أن موته كان بسبب القتل والتعدي، ولا يعلم له قاتل، ولا يعلم له من قتله، ففي هذه الحالة إذا ادعى أولياؤه أن فلان قتله لسبق عداوة بينهم، وهم لم يروه قتل، لكن مجرد أنهم مات قالوا فلان هو اللي قتل. لماذا؟ لأنهم هناك عداوة بينه وبينهم، أو أنه كان قد هدده من قبل، هدده أن يقتله لكن لم يروه، فادعوا أن فلان قتله دون أن يروه، يعني ليسوا شهودا، هو وجد مقتولا في الشارع فقط. فلما وجدوه أولياؤه على هذه الحالة قالوا قتله فلان لعداوة سابقة، أو أنه مقتول في حي بينهم وبينهم خلاف، يعني أسرتين بينهم عداوة، فوجدوه مقتول في أرض هذه الأسرة المعادية لهذه الأسرة، يبقى أكيد واحد من هذه الأسرة هو الذي قتله. فماذا نفعل في مثل هذه القضية؟ لا يوجد شهود، أو القتيل وجدوه وهو في آخر رمق قبل أن يموت، في لحظة قال قتلني فلان ومات، هل نأخذ باعترافه؟ خصوصا لا تثبت إلا بإقرار القاتل أو بوجود شهود، وهو قالها في حال النزع ثم مات. كل هذه الصور تسمى في الشرع الشريف لوث. لوث يعني شبهة، تجعل هناك شبهة لكن لا تستطيع أنك أنت تحكم من خلالها على قضية معينة. واضح؟ زي الوقت مثلا، تلاقي واحد مات بالخرطوش في المظاهرة، والخرطوش ده بتاع الشرطة، طب ما نعرفش يعني شرطي اللي قتل. وفي لوثة آخر، إن الإخوان المسلمين هجموا على مقرات الشرطة وسرقوا أسلحة الشرطة، فربما يكون قتلوه بخرطوش من الشرطة ولم يضربه واحد من الشرطة، فهناك لوث شبهة أمام القاضي، من الذي استعمل هذا الخرطوش؟ هل هو الشرطي؟ وأي شرطي؟ جنود كثيرين وزحام وجلبة، أم استعمله أحد الأطراف الأخرى بعدما سرق سلاح الشرطة وقتل به حتى يتهم أن الشرطة هي التي قتلته؟ مش تحتمل كل هذا؟ هذا كله يسمى لوث. لوث يعني شبهة عند القاضي لا يستطيع أن يحكم فيه. فماذا يفعل في مثل هذه القضايا؟ فهم؟ يأتي بقى حد القسامة، يحل الإشكال.
إذا توجه أولياء المقتول إلى القاضي ويتهموا شخص معين، يقوم القاضي يوجه إليهم ولم يشهدوا هم فقط، هناك لوث، يعني شبهة أن الشخص المعين ده هو الذي قتله، عندهم شبهة، فقالوا للقاضي نحن نتهم فلان، جاء بفلان هذا لم يعترف، قال لم أقتله بل لم أكن موجود أصلا في المكان، فهمت؟ فماذا يفعل القاضي؟ يوجه لأولياء القتيل هذا أو المقتول أنهم يحلفوا 50 يمين، 50 يمين أن فلان قتله، واضح؟ وأولياء مين؟ هم ورثته، أولياء اللي هيحلفوا مين؟ هم الورثة، حتى نساء أو رجالا، هذا مذهب الشافعي، الأولياء الذين يحلفون في القسم هم الورثة ومن وافقهم. وهناك مذاهب أخرى قابلت مذهب الشافعية، قالوا أولياء الدم الذين يحلفون هم الذكور من عائلته، يعني أخوه وأبوه وعمه وولاد عمه، لكن الشافعية ومن وافقهم قالوا هم الورثة الذين يستحقون الدية، هم اللي يحلفوا. فإن حلفوا ولم ينكلوا وجبت لهم الدية أم يجب لهم القصاص؟ في مذهب الشافعي القديم قال يجب لهم القصاص أو الدية، والمذهب الجديد قال الدية فقط، يأخذوا الدية فقط، وهي 100 ناقة أو ما يعادلها من الذهب 1000 دينار أو ما يعادلها من الفضة 12000 درهم. ممن حلفوا عليه، واضح؟ يبدأ بتحليف المدعين في القسامة، فإن حلفوا توجه الحلف إلى المدعى عليهم، يحلفوا 50 يمين. طب أنت حلف ده وده حلف ده، تساقطت الدية على أي جانب؟ ويدفعها الحاكم من بيت مال المسلمين لرفع النزاع، فإن نكلوا الآخرين وجبت الدية في حقه، واضح؟ طب حلف البعض ونكل البعض، اللي ينكل يدفع ايه؟ جملين، لأنه هم 50 يمين كل يمين قدامه جملين عشان يبقوا 100 جمل، فهمت القصة؟ فكل واحد حينكل واحد يجي من عيلته على اليمين، ولكن أنا مش هحلف، انا لا كنت موجود ولا عارف، احلف على حاجه مش شفتهاش، مش هتحلف، لكن بقيه الاسره حلفت ما عدا هو، يبقى يدفع جمالين ويطلع يساهم في الدين، خدت بالك؟ دي خلاصه حد القسم. يبقى حد القسامه هل يجب به الديه والقصاص او الديه فقط؟ مذهبان، مذهب قال يجب فيه القصاص او الديه على التخيير، ومذهب آخر قال لا تجب فيها القصاص أصلا بل هي الدية فقط، واضح؟ واختلفت المذاهب بقى في تحديد كيف يكون اللوث الشبهة في تأصيل كل هذا. فالمالكية لهم حوالي 7 صور للشبهة، والأحناف لهم صورة واحدة للشبهة، وهكذا تفاصيل في المذاهب، واللي عايز يدخل بقى يقرأ بقى في المذاهب يعرف قوانين كثيرة تدخل في هذه القضية. قضية ايه؟ اذا وجد مقتول ولا يعرف له قاتل، وفي بعض الشبهات، من ضمن الشبهات مثلا زي الحاجات اللي كانوا يجيبوها في الافلام بتاعت ايه زمان، يجيب لك فيلم كده واحد دخل لقى انسان مقتول وبجواره سكينة، فهو مسك السكينة، في لحظة مسكته للسكينة دخل البوليس، فيبقى كان هو اللي قتله، الصورة بتقول كده، وياما أفلام جت بالصور دي، فاهم؟ وبعدين قضية ويجيب لك بقى إيه أبلة فاطمة والكلام إيه؟ يجيب لك المحامية هتعمل إيه وتتصرف إزاي والكلام، القصص اللي ده اسمه لوث، دي قضايا اسمها لوث،
هو مسك السكينة بعدما قتل، لأنه دخل بعدما قتل، فلما مسك السكينة دخل أولياء المقتول وجدوا القتيل وإنسان بجواره يمسك السكين. هو في الحقيقة لم يقتله، لكن في شبهة كبيرة، ربما هو الذي قتله. فهمت المسألة؟ صور كثيرة، هذه الصورة واخد بالك من صور اللوث، فكثير بقى صور كثيرة تجدها في ايه، في قوانين الحدود في كتب المسلمين، وقضاء بقى تكلموا على صور كثيرة، وتجدها في ايه، في روايات كثيرة ألفت وصنفت وأحداث كثيرة لا تنتهي. نقرأ اليوم الأحاديث الواردة في مثل هذا الموضوع من صحيح مسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 34 بعد 400 و4000. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير عن بشير ابن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد، يعني ولاد عم، اتنين ولاد عم خرجوا، حتى إذا كان بخيبر، خيبر فيها يهود والاتنين دول من الأنصار وفي عداوة بين الأنصار وبين يهود خيبر، فراحوا إيه عند خيبر يشتروا تمر أو يعملوا أي مصلحة. تفرق في بعض ما هنالك، وده راح يؤدي مصلحته في خيبر والتاني راح يؤدي مصلحته في خيبر. ثم إن محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا، فبعد ما خلص محيصة مصلحته وجد ابن عمه اللي راح يعمل مصلحته مقتول ومرمي في ايه، في حفرة جنب شجرة. فهمت ازاي؟ ثم إن محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود. حويصة أخو محيصة، يبقى محيصة جاب أخو حويصة ابن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وكان أصغر القوم. عبد الرحمن أخو القتيل اللي هو الولي بقى، ولي الدم هنا مش ولاد عمه، ولي دم لأخوه. وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن. صاحب الدعوة هو الولي، لكن النبي أراد أن يسمع القصة من الكبار. فهمت بقى ازاي؟ يعني صاحب الدعوة مين؟ لو عبد الرحمن أخو القتيل هو اللي يرفع الدعوة عند القاضي، لكن النبي بعدما رفعت الدعوة أراد أن يسمع من الكبير، أولا لأن الكبير كان حاضر للواقع. فهم؟ يبقى النبي مش بيقول كبر يعني الدعوة تبقى من غير الولي، لا، هو قبل الدعوة من الولي ولكن أراد أن يسمع الدعوة ممن حضرها. فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن. يبقى ايه؟ يبقى يتقدم الانسان الكبير في السن على غيره في الامامه وفي الشهاده وفي امور كثيره في الشرع الشريف. فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما، يبقى سمع النبي من كلهم، بس بدا بالكبير وسمع الثاني وسمع الثالث، لان القضيه فيها شبهه فعايز يسمع كل الوقائع، يبقى القاضي لابد انه يتحرى ويسمع كل القصه من كل الحاضرين عشان ايه تتضح الصوره في ذهن القاضي حتى يستطيع ان يحكم في المساله. فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم اتحلفون 50 يمينا؟ استدل الشافعي على ان الدعوه تكون ان اليمين يكونوا لأصحاب الدعوة مش المدعى عليهم، يبقى تتوجه اليمين لأصحاب الدعوة أولا. فقال أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟
فتستحقون قاتلكم، يعني القصاص. فأخذ بعض العلماء جواز القصاص فيه، أنها تجب القصاص أو الدية. يعني لو حلفوا على شخص معين يقوم القاضي يقبض على هذا الشخص ويدلهم الشخص ده يقتلوه، أو يقبض على هذا الشخص ويأمره بدفع الدية. يبقى تستحقون قاتلكم إما قصاصا أو دية على الخلاف في المزاد. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ هينكلهم. هم شافوه بس شاكين، ما يمكن وقع، يمكن اتكعبل، مش كده برضه محتمل؟ ويبقى لما وقع من حاجة عالية فأثر الجرح فيه من الوقعة لا من هجوم آخر عليه. لكن لأن اليهود اللي في خيبر بينهم وبين الأنصار عداوة، في شبهة تانية ربما يكون حد ايه قتلوا علشان العداوة السابقة، فبقى عندهم شك لكن ليس عندهم يقين، فخافوا يحلفوا وهم ما شافوش حاجة. وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين. اذا نكلتم يبقى اليهود تحلف، يتوجه اليمين على المدعى عليهم، وهذا يدل على جواز توجه اليمين للكافر امام القاضي. واضح؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. فالنبي علشان يحل الاشكال ويرفع النزاع اداله الدية بتاعته. واضح؟ ادهاله تبرعا من نفسه صلى الله عليه وسلم، تبرعا من نفسه. يبقى الحاكم عليه ان يرفع النزاع في مثل هذه القضايا والحكومة تتحمل الدية، وما فيش قاتل، ما فيش قاتل. مش يقول لك ايه عايزين القصاص، القصاص في المظاهرات. طب ما هو القاضي ما فيش قاتل تشوفه معين، فاهم؟ ما هو من ضمن اسباب اللوث ايه؟ مجموعتين دخلوا بعض واتخانقوا، وبعد ما انفصلوا لقينا مقتول في النص، ما نعرفش مين اللي قتله في الزحمه. ما هو ده برضه لوث. ما يقدرش القاضي يحكم على فلان يقبض عليه ويقول له تعالى انت اللي قتلته، الا اذا جه واحد اعترف خلاص. لكن ما فيش حد اعترف وما فيش شهود وفي قتيل في وسط جلبه وزحام، يعمل ايه القاضي في مثل هذه الامور؟ ما يقدرش يحكم بقصاص ابدا، ليس امامه الا الديه. طب والديه على مين؟ كل الواحد مجموعه دي يقول لك انا بريء، انا ما شفتوش. ما يمكن مات من شده التزاحم بدون ان يقتلوا احد، شده التزاحم هو اللي قتلته ربما، مش ربما. وبالتالي يبقى في مثل هذه الامور الحكومات تتحمل ديه هؤلاء الاشخاص في مثل هذه القضايا. فهمت بقى؟ زي ما النبي تحمل الديه بتاع عبد الله بن سهل، تحملها النبي بصفته الحاكم المسلمين لرفع النزاع. ولما تحملها؟ لان كان هناك عهد بينهم وبين خيبر، فكانوا معاهدين. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمه ورافع بن خديج ان محيصه بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء اخو عبد الرحمن وابن عمه حويصته ومحيصته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى او قال ليبدا الاكبر، فتكلم في امر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يدفع هذا الرجل اللي انتوا حلفتوا عليه انه قتله. قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم. يقوموا اليهود يحلفوا يقولوا خمسين يمين ان فلان ما قتلوش اللي انتوا بتتهموا. فهم؟
قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني هيحلفوا كذب يعني، مش هيهمهم يعني. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، وداه يعني دفع ديته، دفع ديته. قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما، المربد هو المكان الذي توضع فيه النوق او الجمال، المربد هو مكان الذي يوضع فيه الجمال، المصريين يقولوا عليه زريبة، اللي يوضع فيها الحيوانات يسموها ايه المصريين؟ زريبة. لكن ايه المربد يكون خاص بايه؟ بالجمال، والمعطن يكون خاص بالشياه، والزريبة تبقى خاصة بالبقر والجاموس. فهمت بقى؟ يبقى المربد للجمال، والزريبة للبقر والجاموس، والمعطن للايه؟ للشياه، وجنس الضأن والخراف. قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل رقدة برجلها، يعني كأنه بيقول ده انا شفتها بنفسي، الإبل اللي هي الدية دي الميت جمل دخل المربط بتاعهم، واحدة منها كمان رفصته برجلها. فهمت ازاي؟ يعني بيؤكد انه ايه حدثت الواقعة وعاشها وشافها بنفسه. فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها، قال حماد هذا أو نحوه. وعن أبي قال وحدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة. وعن أبي قال والنبي هنا عقله من عنده بصفته الحاكم، يبقى أي حاكم مكان النبي يعمل مكانه على طول، يبقى الدية في مثل هذه القضايا على الحكومة، واضح؟ وما تضحكش على الناس تديهم 100,000 جنيه، تديهم ما قيمته 100 ناقة أو 1,000 دينار أو 12,000 درهم، كويس؟ على حسب إيه الأسعار، يعني هتبقى قرب 1,000,000 جنيه في زماننا ده، قرب 1,200,000 جنيه. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد الأنصاريين اللي هم أولاد العم الاثنين اللي راحوا خيبر ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، يعني في بينهم وبين بينهم صلح مصالحة يعني معاهدين، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما كل واحد راح يؤدي مصلحته، فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا. الشربة اللي هو مستنقع الماء في أصل شجرة يسموه شربة، لأن الشجرة بتشرب منها، عارف انت الشجر يروح محوطها بحفرة بسيطة كده عشان الماء يستنقع حول الشجرة عشان الشجرة دي تشرب الماء، المستنقع ده اللي حول الشجرة ده يسموه شربة، فهم وجدوه مقتول في شربة من هذه الشربات، فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، راحوا يرفعوا القضية عند إيه؟ عند النبي، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل، فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم. الحلف هنا هيتوجه على مين؟ لعبد الرحمن ابن سهل اللي هو الأخ اللي هو صاحب الدم اللي هو الوارث،
وارث الديه، فهمت؟ فهو ده. لكن النبي قال كده ايه؟ لان هم مواقفون معه، يعني كانه تستحقون يا اولياء المقتول، يا من ترثون ديته. فالكلام موجه لاوليائه الذين يرثون ديته. قال لهم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم. تستحقونه، هنا استدل الشافعية في القديم على انه له القصاص او الدين، وفي الجديد ليس له الا الدين. قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا، يعني نحلف حاجة ما شفناهاش، هو بس في عندنا شك ان اليهود بيكرهونا وان ده مقتول في ارضهم، فاكيد واحد منهم قتل، عندنا شك، لكن ما هنحلف على مين؟ ما احنا ما شفناش، فهمت؟ قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم انه قال: فتبرئكم يهود 50. قال لهم: طالما نكلتم عن اليمين يبقى اليهود يحلفوا، واليهود لو حلفوا يبقى كمان برئوا هم من دية هذا القتيل. طب ومين بقى هيتحمل الدية؟ الحاكم لرفع النزاع. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، عقله يعني دفع ديته. وتسمى الدية عقل ليه؟ لأنها كانت تربط بالعقال. النوق بيبقى ليها حبل، الناقة دي ليها حبل، الحبل ده يسمى العقال، تربط بيه. فسميت الدية عقل لأنها بتربط عند أولياء المقتول. فهمت؟ فعقله يعني وداه، يعني دفع ديته. أدي معنى عقله. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد، انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد، وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فعقله فوداه، نفس المعنى في الرواية اللي فوق، فعقله، الرواية الثانية فوداه، هي هي، ودا يعني دفع ديته من عنده، يعني بصفته الحاكم، يبقى من عنده هنا يعني بصفته الحاكم. قال يحيى: فحدثني بشير بن يسار قال: أخبرني سهل بن أبي حثمة قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد. الفريضة تطلق على الإبل المفروضة في الدية فتسمى فريضة، لأن الإبل مفروضة بالدية فتسمى الواحدة منها فريضة. فبيقول: رقدتني فريضة، يعني من الإبل المفروضة في الدية، من تلك الفرائض بالمربد، يعني المكان التي دبيت فيه الجمال. وعن أبي قال: حدثنا، وعشان كده نهى النبي عن الصلاة في مرابد الإبل، وأجاز الصلاة في معاطن الغنم. فاكرين احنا في أيام ما أحكام الصلاة؟ وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. طب لو حلفوا دول ودول حلفوا، الطرفين حلفوا، دول 50 يمين تساقطت وهدر دمه، صار دمه هدر، يبقى ما حدش قتل، وقع وخلاص، فهم؟ لكن النبي هنا تبرع ودفع ايه؟ ديته تبرعا لرفع الشقاق بس، تطيبا لخاطره. يبقى الحاكم برضو عليه ان يراعي تطيب خاطر الناس ولا يجعلونك عداوة، لأنه ممكن يجي واحد من الأسرة يخرج عن القانون لأنه ما خدش حقه في نظري، يقوم يروح يقتل واحد من هناك، واخد بالك؟ ياخد طاره بإيده بقى، يقول لك الحكومة ما بتجيبليش طارح، هروح أخد طاري بإيدي، يقوم ينتشر الفساد في الأرض. يقوم الحاكم المفروض إن هو يمنع انتشار الفساد في الأرض بمثل هذا. عشان كده النبي هنا وداه، واخد، لأن هم نكلوا عن اليمين واليهود نكلوا عن اليمين، يبقى النكول امام النكول حاجه واحده، كانه ما هدر، كان المفروض يبقى دمه هدر، لكن النبي برمى ان دمه صار باطل
هدر يعني لا دية له لعدم علمه بمن قتله، واضح؟ لأن لا يتوجه الدم الدية على أحد معين، القاضي مش عارف مين، ففي الحالة دي يبقى إيه؟ هدر. لكن النبي لم يرد أن يبطل دمه وإيه ودفعها من عنده تطييبا لخاطرهم وإيه ومنعا من انتشار الفساد في الأرض بسبب العدوات، وكل واحد بقى عايز ياخد طاره بإيده ويبقى غابة بقى. فدي مسؤولية الحاكم، مش يسيب الناس كل واحد ياخد حقه بإيده، ما ينفعش تبقى غابة. وعنه به قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة جهد أصابهم يعني جوع أو نقص طعام، فراحوا خيبر. خيبر أرض زراعية وعندهم أكل كتير، فخرجوا عشان يجيبوا من هناك طعام. فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. فقير وصف للبئر واسعة الايه الفوهة، ايه ضحلة الماء مرتفعة القعر، يبقى كأنها فقير يعني فقيرة من الماء، يعني ممكن الانسان يدوس فيها كده يدوب رجله تتبلو خلاص، يسموها فقير. يبقى ده وصف للبئر، واحيانا يبقى وصف للانسان، يبقى فقير ممكن يبقى وصف للبئر ووصف هنا بقى وصف للبئر اللي هي قالوا عليها ايه شربة هناك في الرواية الأولانية، شربة اللي هي ايه الجزء المحيط بايه بالشجر حتى يستنقع فيه الماء ليشرب الشجر. وطرح في عين او فقير، فأتى يهود فقال انتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه. ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، ندفع دية واحد وإحنا ما قتلناهوش، ما نعرفه ما شفناهوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حكم أن دمه هدر هيؤدي إلى عداوة وبغضاء في القلوب وفساد في الأرض، فتبرع بالدين، في حين أن الحكم أصلا دمه بطل خلاص هدر، فهمت؟ لكن النبي تبرع بالدية ليه؟ لأن شعر إن هيبقى فيه احتقان في القلوب وبغضاء يؤدي إلى فساد في الأرض، وكل واحد بقى يروح يقتل الآخر وإيه وينتشر الفساد في الأرض. يبقى فوداه رسول هنا تبرعا من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وده كانوا بيعملوا له القسامة دي كانت يعني حد يفعله أهل الجاهلية الظاهر يعني متوارثينه من إيه من شرائع سابقة، فهم؟ فكانوا بيعملوا به وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وعن أبي قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. في كثير بقى من العلماء المسلمين قالوا أن حد القسامة خلاص بطل في الإسلام وأن النبي لم يحكم به وأن النبي تبرع بالدية من عند نفسه وأنه لم يحكم به، وذهب إلى ذلك كثير من العلماء منهم الإمام البخاري نفسه ومنهم سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور الأموي اللي يقولوا عليه خامس الخلفاء الراشدين. هو خطأ، هو أحد الملوك الراشدة، هو كان مالك ومش خليفة لأنه آل إليه بالإرث، يبقى اسمه مالك، ولكن كان رجلا عادلا على سيرة الراشدين. أما خامس الخلفاء الراشدين فهو سيدنا الحسن، دي الحقيقة، فده خطأ تاريخي المؤرخين أخطأوا وانتشر يقول لك عمر بن العزيز خامس الخلفاء، خطأ، خامس الخلفاء الراشدين سيدنا الحسن ستة أشهر وتمت به الثلاثون عاما للخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي، ثم تنازل عنها إلى معاوية فآلت بعد معاوية بالإرث فصارت ملكا عضوضا. وجاء سيدنا عمر بن عبد العزيز رجل ملك حاكم عادل صار على سيرة الراشدين، فهمت ازاي؟ وكان ايضا مجتهد، فقيه مجتهد، وكان يرى ان القسامة ليست موجودة في الاسلام وبطلت، لكن ذهب الامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفة وكذلك احمد بن حنبل الى ان القسامة ما زالت معمولا بها حتى في الاسلام اذا توفر اللوث وهو الشبهة، واخد بالك؟ واختلفوا في تحديد اللوث والشبهة، كل مذهب على صور كثيرة، فهمت بقى المسألة؟ فإذا ثبتت القسامة هل يثبت بها القصاص أو الدية على التخيير، أو يثبت بها الدية فقط ولا قصاص فيها؟ مذهبان، الشافعي في القديم قال القصاص أو الدية، وفي الجديد قال الدية فقط دون القصاص، فهمت خلاصة المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلى. أيوة. شرع من قبلنا وأقرها النبي على حسب الأحاديث دي، فهمت ازاي؟ ولكن ايه الإمام البخاري رأيه ان النبي لم يحكم بالقسامة، ده النبي تبرع بالدية، تبرع بالدية فقط، فهمت؟ من عند نفسه لرفع النزاع. مش الإمام البخاري بس، ده كتير من العلماء منهم أظن يعني كتير، يمكن الإمام ليس أو غيره، يعني في كثير من العلماء وبعض الصحابة ذهبوا أن القسامة لا توجد في الإسلام خلاص، ذهبت هذا الحد، وجاءت بعد ذلك بإيه؟ يا إما القصاص أو الدية إذا ثبت، أو الدم يبقى هدر وخلاص، طالما مش عارفين له قتيل، قاتل يعني لم نعرف له قاتل، يبقى هدر، دمه صار هدرا، والله تعالى أعلى وأعلى. طب ما صورته في ما نديتك صور في اول نعم كتير قوي. انا قصدي يعني لماذا لم يعمل بالقسامه حتى ما هو اصبح خلاص بالقانون الحالي بيعمل بيدوا ايه؟ بيدوا تعويض، يعني بقوا بيدوا تعويض، المفروض هذا التعويض يكون يوافق الدين، يساوي الدين، يعني هو التقصير في القانون المعاصر ان التعويض هنا بيبقى اقل من الديه الشرعيه، وبالتالي الناس ما بتجدش انها اخذت حقها كويس، يقوم يضطروا ياخدوا التعويض ويروحوا يقتلوا بعضهم، لكن لو خد تعويض كافي هيتزول مشكله الثأر اللي موجوده الان وبنعاني منها في كل، لسه في اسوان انت شفت حصل ايه وقتلوا بعض، لو التعويض كان كافي ما كانش عملوا كده. ايوه لا هي الفكرة ان لا هي المفروض جريمة لو واحد قتل في مكان السبب حضرتش انت المقدمة، لو حضرت قلنا احنا في المقدمة، اما يجي واحد يموت في ارض ناس اسرة بينها عداوة مع الاسرة دي واحنا ما شفناش مين اللي قتله، فيبقى في حاجة اسمها لوث، يعني شبهة
ان واحد من هذه الاسرة المعادية هي التي قتلته. فالحكومة في مثل هذه القضايا لازم تدفع تعويض. ليه؟ لان لو لم تدفع تعويض هذا اللوث اللي في صدور الناس المعادين ليهم هيجعلهم ياخدوا حقهم بنفسهم فيقتلوا واحد منهم. فالتانيين يقول لك احنا براء، ده هو مات في ارضنا واحنا ما قتلناهوش، ازاي تقتلوا منا واحد؟ يروحوا قاتلين واحد. وتستمر بقى القضية بهذه الصورة. فاهم؟ لكن لو دفعوا تعويض في مثل هذه القضايا يرفعوا القضية من الاصل. زي ما النبي عمل كده. لا لا، القسامة تتوجه لما يبقى فيه لوث. لو القسامة جاية من القسم، من الحلف. جاية من القسم لأنه بيتوجه إليهم إنه يحلفوا 50 يمين. على إن فلان قتله. فاهم؟ دي معنى القسامة. والله تعالى أعلى وأعلم. أيوه. 50 نفر ولا لا؟ ممكن نفر، افرق اللي هيحلف هو الوارث الدية. لو الورثة مجموعة كبيرة يبقى هم اللي هيحلفوا كلهم ذكورا وإناثا في مذهب الشافعي، يقسموا الخمسين عليهم. افرض الورثة 10، فهمت ازاي؟ يقوم كل واحد يحلف ايه؟ 5 أيمان. افرض الورثة 2 يبقى كل واحد هيحلف 25 يمين. افرض الوارث 1 يحلف 50 يمين. فهمت بقى المسألة؟ لكن عند المذاهب الأخرى قالوا الإناث لا تحلف في القسام، الذكور فقط، ويتوجه إلى أولياء المقتول سواء ورث أو غيره من الذكور، فأولاد العمومة يحلفوا. مذهب آخر غير مذهب الشافعي. فهمت المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. يحلفوا كده بالعدد والله. أيوة. لا يعني والله العظيم فلان قتله، والله العظيم فلان ويعدها. يعدها ليه بقى الإكثار؟ علشان هو ما شافش بعينه وبيحلف، يقوم يجي في مره ضميره يأنبه، يقوم يرجع ما يكملش بقى. فهمت ازاي؟ هو الفكره كلها ان هو يعني ايه، يقلق نفسه اللوامه بكثره الحلف، تقوم نفسه تجيله في مرحله تقول له ما تكملش بقى، يقوم يتنازل. ليه؟ لانه بيحلف على حاجه ما شافهاش، ده هو بس عنده شك. فهمت ازاي؟ لوجود عداوه مثلا، عنده شك ان يكون فلان قتل. يعني انت دلوقتي تقدر تحلف اللي بيموتوا في المظاهرات ان الشرطه اللي قتلتهم او الاخوان اللي قتلوهم؟ مش عارفين. تقدرش تحلف. صح ولا لا؟ حتى اللي حضر المظاهره نفسها ما يقدرش يحلف. لان حتى لو الخرطوش ده خرطوش بتاع الشرطه، طب ما اسلحه الشرطه اتسرقت. فممكن خدها واحد من الشرطي ضرب بيها. فكل ده محتمل، ومحتمل يبقى شرطي اللي ضرب. طب واي شرطي؟ ما هو عدد كبير. فيها لوث. فهمت ازاي؟ فمثل هذه القضايا الحكومة المفروض انها تتحمل التعويضات وتهدي الناس بقى، وتبطل الناس تبطل تهدى. فهمت ازاي؟ يعني نشوف ايه الحاجة اللي تمنع هيجان الناس بالصورة دي، وتريح الناس بقى، ترجع الحقوق لأهلها، وتبطل ظلم في العباد علشان يتقل الفوضى، وتمنع بقى النفخ الامريكاني في المسألة والنفخ اليهودي، لانهم عايزين يثيروا فوضى في بلادنا، وتعبر على الناس اللي هي بتثير هذه القضايا وخروج الناس بهذه الصورة. ولو حتى ما تحكمش عليهم، تحجر عليهم بس. يعني ايه؟ مش شرط تحكم عليهم، لكن على الاقل انها تحجبهم عن الناس، لانهم بيثيروا الناس للخروج. واخد بالك؟ يسموه يعني تحديد اقامة. كل ده مهم. ليه بقى؟ لان هينتشر الفساد في الارض وتكثر الدماء. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله